تطور سريع وملفت شهدته مدينة عتق، صاحبه توسع وازدحام ونشاط متزايد في الحركة التجارية. ولتخفيف ازدحام حركة السير خاصة في أماكن التسوق بالمدينة، دشنت السلطة المحلية بالمحافظة وشرطة السير خط نقل جديد لباصات الأجرة في عتق باتجاه شارع درهم مرورا إلى شارع 30، وذلك لتخفيف الزحمة عن الشارع الرئيسي، هذه أولا. ثانيا لتوفير المواصلات للمواطنين في هذا الطريق، بحيث أنه يصعب عليهم لطول المسافة المشي على الأقدام حتى وصول إلى محطة باصات أخرى. ترتيبات فنية مشتركة اتخذتها إدارة شرطة السير ونقابة باصات الأجرة بالمحافظة لتوفير خدمات النقل في مختلف شوارع مدينة عتق، والتي يعمل بها حوالي 1000 باص من باصات النقل الصغيرة. توزيع خطوط لأكثر من 1000 باص داخل عاصمة المحافظة، وهذا العدد كبير بالنسبة لعاصمة المحافظة، ونواجه صعوبة في ضيق الشوارع، ولكن إن شاء الله كمرحلة أولى سنفتح خطوط سير جديدة، وستكون ستساعد على تخفيف حدة الازدحام في مركز المدينة. الضوابط المنظمة لعمل الباصات في هذا الخط الجديد الذي يشمل مسارات السوق القديم وشارعي درهم والثلاثين والسوق الجديد ستعمل على الحد من الاختناقات المرورية وتخفيف ازدحام حركة السير داخل المدينة. التوسع والازدحام وازدياد الحركة التجارية الذي تشهده مدينة عتق هو ما دعا إدارة شرطة السير ونقابة باصات الأجرة في المحافظة لاتخاذ ترتيبات فنية مشتركة وتشغيل خط نقل جديد يهدف للتخفيف من الازدحام والاختناقات المرورية. صالح سالم، قناة بلقيس، شبوة.